شكرا لدعمكم. وصول القناة ل 45 ألف مشترك في فترة قليلة جدا جدا، وزي ما عدت حضرتك تابع معايا نتيجة الشهادة الإعدادية، اكتب اسم محافظتك في الكومنت عشان أول ما يظهر سواء النتيجة أو التنسيق أكتب لكم أول بأول. ندخل في النتائج اللي ظهرت على طول. محافظة دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.6، ودي نسبة كويسة جدا. النسبة الأعلى بقى نسبة الشهادة العادية محافظة الجيزة 85%، وعدد الأوائل وصل ل 255 طالب، ودي نسبة عالية جدا. أما محافظة شمال سيناء اعتمدت نتيجة بنسبة نجاح 83.2، يعني نسب النجاح مرتفعة. أما نسب نجاح محافظة أسوان فهي الأقل حتى الآن في المحافظات بنسبة نجاح 75% و83%، وده مؤشرات لأن التنسيق هيبقى قليل. كمان نتيجة البحيرة نسبة نجاح 84%، تم إعلانها منذ لحظات. عندنا كمان محافظات لسه هيتم إعلانها. محافظ بورسعيد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3، ومنذ لحظات من الكنترول كانت نتيجة الشرقية 80%، وبرضه النتيجة قليلة إلى حد ما. وكانت آخر نتيجة القاهرة، وكانت نسبة النجاح برضه عالية كده. دي كل المحافظات اللي أعلنت حتى الآن لحظة بلحظة معاكم. أي محافظة هيتم الإعلان عنها هنزلها في وقت إن شاء الله. تنساش اللايك والاشتراك في القناة، فعل زر الجرس على كلمة كل عشان يوصلك كل الأخبار على قناتكم التعليمية مستر مان.